يا معلم، أما يهمك إننا نهلك في حاجتين. لا تخف من وجود المعوقات. النقطة الثانية، لا تهرب واقبل تحديات، لا تستسلم، لا تخف من المعوقات. النقطة الأولى يعني لا تخف من العقبات، ولكن الله بيّن محبته لنا إذ ونحن بعد خطاة مات المسيح لأجلنا. أيوة، في عواصف، في أمواج مضطربة، في خوف. إن كان إنساننا الخارج يفنى فالداخل يتجدد يوما فيوما. لا تسمح للرب أن يجلس في مؤخرة السفينة. ربنا هو اللي جلس في مؤخرة السفينة. كان لازم على الإنسان يقول لربنا ده مش مكانك، أنت مكانك في أول السفينة. لما يكون السيد المسيح في مؤخرة السفينة ما قدرش أقول لربنا أما يهمك إننا نهلك، ما أنا صاحب القرار. طب يا رب، وأنا ماشي في العالم مين هيكون معايا في طريق؟ يقول لربنا لأن الرب إلهك سائر معك. طب التجربة اللي هتجيلي مين اللي هيكون معايا؟ بل سيجعل مع التجربة أيضا المنفذ. لو في وادي ظل الموت لا تخف. وادي ظل الموت يعني طريق لمشي فيه ليس له خلاص. إن سرت في وادي ظل الموت فلا أخاف شرا. نقطة مهمة، وجود الله ليس معناه عدم وجود العواصف. وجود الله مش معناه ان مفيش بحر مضطرب. وجود الله مش معناه ان مفيش خوف. لكن وجود الله قادر ان يعطيني نصرة على الاموال. يبقى وجود ربنا مش معناه ان يلغي هذا وذاك. موسى النبي كان عنده بروموشن، لما يكمل ويبقى ابنة فرعون او يغير الاتجاه ويحمل عار المسيح. واحد عايش في قصر ملكي، قاموس بتاعه فيه كلمات محدودة، فرح والانبساط، لكن ايهما افضل؟ ان يكون في قصر فرعون ام يحمل عار المسيح؟ خد قرار بعد 40 سنة في قصر فرعون أم يحمل عار المسيح. لا تخف من المعوقات. حاسبا عار المسيح غنى أعظم من خزائن مصر. تلميذ المتفوق عمره ما يهم الامتحان. ده يوم الامتحان يوم للكرامة. تلميذ اللي مش متفوق يوم الامتحان هو يوم للهوان. هكذا الإنسان الذي يخاف الله يوم الدينونة هيكون يوم للكرامة وليس الهوان. إنجيل لوقا أصحاح 15، في خروف ضال، في درهم مفقود، في الابن الشاطر. ليس الهدف والحزن، ولكن الهدف والنهاية، النهاية المفرحة والمفرحة للكل. خروف 1/100، ما خدتش بالك هتخش في الدرهم المفقود 1/10، يعني 10%.
يعني الخسارة بتاعتك بتمشي بالتدريج، لو ما خدتش بالك حتى انك ماشي من خسارة لخسارة، مش واخد بالك هتفقد كثير وكثير. 50% الابن ترك البيت، بعض الناس بتقول 50%، لكن انا شخصيا مقتنع 100%، لان الابن الاكبر كان محتاج يتظبط. الابن الاكبر رغم انه عايش بيت ابوه لكن فكره ما كانش مظبوط. خسارة 1% خلي بالك منها، سكت بقت 10%، سكت بقت 50% او 100%. Take care of the penny and the penny will take care of the pound. النقطة الثانية، لا تهرب من التحديات. مرة وقت على الكنيسة في تحديات كتيرة. يقول الكتاب المقدس في سفر أعمال الرسل، فدعا الاثنى عشر جمهور التلاميذ وقالوا: لا يرضى أن نترك نحن كلمة الله ونخدم مواد. هما بينظموا الخدمة، لقوا في ناس منسيين، شايفين الروح اللي بيحلوا بيها المشكلة، في روح القدس بيقود الناس تحل المشكلة، في خدمة، خدمة الكلمة وخدمة مواد. نفسي اشوف الليستة بتاعت خدمة الموائد دي. اول واحد في الليستة استفانوس اللي عمل عظة في سفر اعمال الرسل عن جمال العهد القديم. الواحد وقف يستعجب، اذا كان استفانوس اللي بيخدم موائد بالسمو ده، ما الخادم الكلمة كان شكله ايه في ايام كنيسة في عصر الرسل؟ سر قوة الانسان على الارض هو قوة وجود الله في حياة الانسان